فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. حين قال رحمه الله قال: فإن الكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. قال: ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب. نعم. من تناول مسكر أو رؤية ملهن أو سماع مطرب ونحو ذلك، مما يدل على أن هؤلاء الكفار في هم، والمنافقون أيضا في هم وغم، أنهم يتعاطون ما يريحهم من هذا الهم والغم ولو بالمحرمات والمفسدات، يتعاطون المسكرات والمخدرات لأجل أن يستريحوا مما هم فيه من الهم، ويسمونه الشراب الروحي، يسمونه الشراب الروحي لأجل أن يطردوا ما هم فيه من الهموم والأحزان، ولا يدرون أن الراحة في ذكر الله عز وجل وطاعة الله عز وجل، ويتلذذون بأصوات الملاهي والمزامير والأغاني لأنهم في هم وغم، ولا يتلذذون بسماع ذكر الله وبتلاوة القرآن الكريم الذي يغذي الروح والبدن ويقوي النفس ويزيد الإيمان، محرومون من هذا. وقد يؤول الأمر بهم إلى أن ينتحروا، وهذا مشاهد، يتضيق عليه الدنيا فيما رحبت حتى ينتحر ليستريح بزعمه، يظن أنه إذا مات يستريح، مع أنه إذا مات ينتقي إلى ما هو أشد والعياذ بالله. نعم. إذن ما دمنا نتابع هذه الصفة يا شيخ، وهذه صفة المنافقين والكفار كما ذكر، كونها توجد عند المسلمين أنه يحس بهذا الضيق والألم ويطلب ما يلهيه في بزوال عقله أو رؤية ملهي أو سماع مطرب، أن ذلك قد يكون بسبب قلة الإيمان أو النفاق في القلب. نعم، حتى المؤمن قد يحصل منه ضعف في الإيمان أو نقص في الإيمان، فيريد أن يعوض عن هذا النقص بهذه الأمور التي تزيده شرا، تفسد عليه عقله، تفسد عليه جسمه، وفي النهاية تكون شقاء له. فهذا ليس خاصا بالكفار والمنافقين، حتى في المؤمنين الذين عندهم فسق وعندهم ضعف إيمان، فإنهم قد يتعاطون هذه الأشياء لما يجدونه في أنفسهم من الوحشة ومن الضيق بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لأنها ترهبهم وتخوفهم.